السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال كل شيء كيعرف الأسعار المرتفعة ديال الخضر والفواكه في بلادنا في السنوات الأخيرة، وخصوصا سنتي 2022-2023 والبداية ديال هذه السنة اللي هي 2024. البعض منا كيرجع السبب ديال هذا الارتفاع المهول في أسعار الخضر والفواكه، وخصوصا الخضر لأنها الأكثر استهلاكا عند الأسر المغربية، للمضاربين. فعلا المضاربين كيلعبوا دور كبير في استقرار ديال الأسعار ديال الخضر وديال عدة مواد أخرى، ولكن الارتفاع اللي حصل في السنتين الأخيرتين 2022-2023 كيرجع بالأساس لسبب تصدير المواد الفلاحية أو الخضر والفواكه ناحية دول الجنوب، يعني الدول الإفريقية. الدولة شحال من مرة كتاخد قرارات جريئة باش غادي تخفض هاد الصادرات نحو الدول الإفريقية أو الإيقاف ديالها بصفة نهائية، ولكن كتراجع. علاش كتراجع؟ لأن كاين هناك اتفاقيات موقعة ما بين شركات وما بين مقاولين مغاربة وأفارقة. وفي هذا الأسبوع هذا بلا شك بأن العديد من المغاربة انتبهوا لعدة أنواع ديال الخضر والفواكه هبط الثمن ديالها بواحد الشكل كبير، ربما النصف، بحيث بطاطا كانت كدير 12 درهم ولات كدير 5-6 ديال الدراهم، البصلة كانت كدير 10-12 درهم ولات 5-6 ديال الدراهم. بزاف ديال الناس كيقولوا بان هذا هو الموسم ديال الجني ديال هاد الخضر هادي، داكشي علاش هبطت، ولكن خطا. هذا ماشي بسبب موسم الجني، ولكن بسبب دوله موريتانيا. علاش؟ خليكم معنا باش تعرفوا علاش. دوله موريتانيا خدات في 4 ديال الايام الماضيه واحد القرار سيادي، واللي هو رفع الرسومات او رفع التسعيره ديال عبور الشاحنات من معبر القرقارات في الجنوب المغربي، واللي كتمر من تراب الموريتاني في اتجاه دول افريقيا. هذا القرار ديال الرفع اللي تزاد تقريبا نص ديال السعر اللي كانوا كيخلصوا المستثمرين والمقاولين اللي كيخدموا في الخضر وفي الفواكه وفي باقي السلع، خلى هاد الناس هادو باش يقروا عن طريق واحد الاجتماع داروه يوقفوا الاستيراد مؤقتا، باش يضغطوا على الدولة الموريتانية باش تنقص وترجع السعر اللي كان عليه قبل هذا التغيير اللي جاء في اخر 4 ايام. طبعا موريتانيا منين دارت هذه الخطوه هذه والمستثمرين خداو هذه الخطوه التصعيديه باش يوقفوا الاستيراد ديال الخضر والفواكه المغربيه اللي كتمشي لدول افريقيا جنوب الصحراء، خلى الكمية ديال الخضر تكون في تزايد داخل المغرب، الخضرة ما بقاتش كتخرج. إذن عندنا واحد الفائض، وهذا هو الشيء والسبب الأساسي والرئيسي اللي خلى واحد العدد ديال أنواع الخضر كتهود في الثمن ديالها، كيهبط السعر ديالها أكثر من نصف الأسواق المغربية. الخبراء ديال الميدان كيشوفوا بأن هاد الخطوة هذه اللي خداوها المستثمرين والشركات والمقاولين اللي كيستوردوا الخضر المغربية، إلا بقات هاد الخطوة التصاعدية اللي خداوها مع الدولة الموريتانية واللي ما عنده المغرب فيها حتى شي دخل، غادي تزيد الأسعار تنخفض، لأن غادي نرجعوا كما كنا زمان، غادي يولي عندنا واحد الفائض في الخضر، وغادي يولي عندنا واحد الاكتفاء ذاتي، وبالتالي غادي تستقر الاسعار، وممكن نشوفوا بطاطا ب 3 ديال الدراهم كما كانت في 2020-2021-2019، مطيشه ب 3 4 حتى 5 ديال الدراهم، البصله كذلك 2 دراهم 3 دراهم 4 دراهم، يعني الاسعار الطبيعيه اللي كانت عليها الخضر المغربيه قبل فتره كورونا. وطبعا هذا هو الشيء اللي كيتمناوه جميع المغاربه، خصوصا ذوي الدخل المحدود. وحنا بدورنا كنتمنوا بس تستمر هذه الوضعيه، وتكون هذه المرحله ديال التوقف ديال الصادرات المغربيه نحو الدول الافريقيه جنوب الصحراء تطول وتمشي لابعد حد ممكن، خصوصا وحنا كنعيشوا واحد الحاله او واحد المرحله الجفاف اللي طول مده سنوات وحنا كنعانيوا منه في المغرب. يتنا لكم والله يعطينا الشتاء. السلام عليكم.
بارك الله عليك. الله يحفظك. الله يسهلك. الله يحفظك. الطاطا اليوم اخويا كاين 60 64 62 64. خيرات خيرات تبارك الله. اللهم بارك. والكروس 90 ريال. الكروس 90. الله تبارك الله. خير تبارك الله. اللهم بارك. صباح الخير بدا. سلام خويا. صباح الله يحفظك. الله يسهل عليك. الله يحفظك. شحال بعت هاد البطاطا؟ خويا البطاطا كاينه 70 كاينه 66. لا جواد ولكن برا راه 70 ريال برا. الله يحفظك خويا. اللهم بارك. تحياتي لكم. الله يسهل على الجميع. دابا الثمن ديال الله يحفظك خويا. الله ييسر لك. المطيش الحاج 170. الخيار. تحياتي للخوين والحاج والباترون ديالي. الخيار 140. الخيار الدنجال 60. حلوة 80. كابي 90 ريال كابي. تحياتي للخوي. الله يسهل عليك. الله يسر. الحاكم المرة الله ينعلي الوليد. لا قول كاين 6 درهم تبارك الله. 6 درهم 260 جبانة 250 وكاينة 240 على حسب جبانة كبيرة. كل جبانة والثمن ديالها تبارك الله. هادي 10 درهم طايحة على كوزة السمرة تبارك الله. اللهم بارك. المليح. تحياتي للخويل دائما بالمليح. تحية للخويل. الله يسهل عليك. كاين 2 درهم وكاين 36 في البصله في الطاريه تبارك الله. 36 وكاين 2 درهم وكاينين حبات راس السوق 50 ريال. احلى تحيه للخو. الله يسهل عليكم. وابو جمعه اوف كاين 150 وكاين 160 على حسب اوف كيف تبارك الله. 70 درهم الرخاء. 70 درهم. 70 درهم. 70 درهم. مرحبا بكم. الله يحفظكم. مرحبا بكم. وصلت كاينه من 90 ريال حتى ل 110 كله الثمن ديالها. كاين هاد الحبات ملاح بحال هكا 110 درهم. تبارك الله على خويا خالد وخويا حفيظ من الناس الكبار. الله يسهل عليكم. تحياتي لكم. تحياتي. الله ييسر. هذا الحجلي. هذا البيض. هذاك البيض النعام. البيض النعام. تبارك الله. اللهم بارك. انواع تبارك الله. كاينه 9 دراهم في هذا وكاينه 10 دراهم. كاينه حتى هو وكاين هذا النوع. سبحان الله العظيم. خلق الله ما يشاء. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. هذا الدنجال كاين 76 وكاين 70 ريال في المزرعه. 76 70 3 دراهم حار تبارك الله. هابارينو شحال داير هذا هابارينو؟ 220 220 وفران كاينه في السوق هابارينو.